لذاعة تونسية. لذاعة تونسية. تعيش معك. أول كأس عالم تصير في تونس، وهو حدث تاريخي لأول مرة من نوعه، كأس العالم للأندية الصيد البحري بالغطس. تونس لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ إفريقيا أن نحتضن بطولة أو كأس من هالنوع هذي. احنا عنا أبطال في تونس، خدمنا برشا زادة باش جبنا التظاهرة هذه لهنا. اليوم عنا 42 فريق من 12 دولة شكونوا مشاركين معنا. قمنا بالتحضيرات اللازمة احنا كجامعة، زادة السلطة الجهوية قامت بالواجب وعملت على إنجاح التظاهرة هذه، وزارة الأشراف قامت بالواجب. وكيف اليوم كملت رصدت لنا آخر مبلغ اللي كان معناها باش نجمو حكومة بالتظاهرة هذه. احنا الميزانية ترصدت 850 ألف دينار للتظاهرة هذه. هي الحق احنا طلبنا من الأول 1400 ألف دينار على أساس باش ننظموا تظاهرة يكون على الأقل فيها 50 دولة. يقولوا 50 دولة، وكي تبدا 50 دولة يكونوا فرق يشاركوا فيها، معناها على ما يقارب مينيموم قلنا 90، معناها 90 فريق في الماء، قلنا 90 معناها 90 فوتر و بس رقاها 270 رياضي في الماء، وهي حاجة كبيرة برشا. اليوم ما نجموش نقوموا تظاهرة عالمية كيما هكا من غير ما نوفروا سلامة الرياضيين، وتوفير سلامة الرياضيين أو المشاركين هي عبر كراس شروط مصادق عليها من الاتحاد الدولي أو الكونفدرالية العالمية. لابد من توفير هالكراس شروط هذه وتوفير المعايير العالمية للسلامة. وهنا قلنا إذا كان ما تتوفرش المعايير هذه احنا لا نتحمل مسؤولية التظاهرة وما نعملوهاش. على خاطر رياضة الصيد بالغطس هي رياضة صعبة، سبور دو او نيفو، يتطلب امكانيات خاصة وتركيز كبير ومهارات عالية. الرياضة هذه تتمثل في الامساك بالسمك في اعماق البحار، و تكون نتيجة بعد 6 سوايع من المباريات اللي مش تصير في التظاهرة هذه. مش اللي يشد اكثر نوع هو الأكثرية، شكون يشد أكثر نوع من السمك، لكن في نفس الوقت ثم لكانيتي مع السمك هذا يكون موجود. اليوم تونس بفضل الخبرات اللي عندنا حصلنا على التظاهرة هذه لأول مرة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة. كانت قبل تصير تظاهرات تقريبا من النوع هذه، لكن ما كانش تحت إشراف الكونفدرالية العالمية للغطس. اليوم احنا لأول مرة زي ما يقولوها الكونفدرالية العالمية للغطس تعطينا التصريح باش نجمو نعملو التظاهرة هذه. اليوم اخترنا ولاية بن زرت لأن الأماكن اللي فيها هي أماكن ثرية بالأسماك، ثم بليزيور تكنيك، ثم برشا تقنيات. مش الفايدة في الغرق، الفايدة كيفاش تصطاد السمك، ثم أنواع نتاع تكنيك كيفاش تصطاد، ثم اللي يصطادوا في الحفرة ثم بيش وترو، وثم اللي يصطادوا على يصطاد على غاشون ينزل تحت الماء ويقعد يستنى في السمكة حتى تجي شده، وثم الانديان معناه يهبط ويقعد يتبع ثم برشا. لذلك العمق مش هو اهم حاجه، هو كيفاش تصطاد السمك، والعمق هو من متر حتى تقريبا 50 ولا 60. واحنا ما نستعملوش المزود او ما نستعملوش البوتي اللي هي ممنوع قبل القانون، لذلك ما تعطيش خاطر الفرصه للسمك انه معناه لازم تهبط دون سون مليو ناتورال باش تصطاد السمك. لذلك لي زاتليت تاعنا هما الاكثريه سون دو تري بون زاكنيست، باش يقعدوا برشا تحت الماء يشدوا النفس تاعهم، وهذه المهارات اللي عندنا ثم تكتسب مع الوقت كيفاش تصطاد السمك. والمتبريين ابطال العالم اللي هما ديجا موجودين بيناتنا جايين باش يتبراو، وكل واحد فيهم يقول لك انا مش نكون بطل هالدوره هذه. زي ما قلنا عندنا الرياضيين نتاعنا، عندنا شكون كلاسي 5 اللي هو سي سامي بالحاج سعد رياضي ممتاز، وعندنا فرق نتاعنا متواجدين ان شاء الله بتكون متواجده، وان شاء الله نجموا ننجحوا الرياضه هذه وننجحوا التظاهره هذه. ثم مكسب كبير اليوم
في تونس هو ليكيب مو سبورتيف اللي اليوم نجمنا خديناه باش يقعد للأندية نتاعنا. سيد بطل هذوما احنا وعدنا ولاية بزاف يكونوا فيها زوز بطوات يقعدوا هنا في المارينا يندفعوا بهم الجمعيات المحلية في الاستاج في الفورماسيون. تكون في الحمامات تقعد واحدة مثلا وفي جيرة سوسة يقعدوا زوز. معنا جميع تقريبا نقول مش ولاية معنا خدينا واحدة في السنتر واحدة في الشمال واحدة في تقريبا في الجنوب. والجمعيات المختصة تكون غاديكا وقت اللي حاشتها بالتظاهرات هذية عندها تظاهرة عندها ديستاج عندها خدمة يكون يستنفعوا بهم. دونك سا سي بريمير عمري ما صارت. دونك نقعدوا تحت الخدمة هنا وفي نفس الوقت تبدا عندها تظاهرة وطنية نهزوا بالبلاك نمشيو نضربوا فيهم ولا ورا نخدموا فيهم تظاهرة وطنية وليكيب ناسيونال ثالث. دونك هذه أول مرة تصير معناها في تاريخ الرياضة نتاعنا احنا. ثم باش تصير الكومبيتيسيون في المياه العميقة نتاع بنزرت باش تكون ذاكرة بنزرت الجنوبية بنزرت الجنوبية من كاب بلون حتى كاب حمام يعني تعديو لاسنجلا. وأكدت الوزيرة اللي هي مش تكون هي مش تشرف على التظاهرة هذه يوم 28 في الشهر هذا من الجويل أجواء وإن شاء الله أنا كنا نكونوا حاضرين في هذه أوبريمي. إن شاء الله مش تكون الافتتاح الرسمي معنا الديفيلي كل شيء مش يكون هارة في الجزيل. حب أيضاً نشكروا السلطة الجهوية اللي من اللحظة الأولى بنت التظاهرة هذه وتشكلت لها لجنة جهوية وتم معناها تقريباً تجنيد كل الإدارات الجهوية والمديريات ذات العلاقة بالتظاهرة هذه ومن أجل نجاح التظاهرة لأن نعتبروا أن في نجاح التظاهرة هذه هو نجاح لبلادنا ونعتبروها أيضاً هي مناسبة باش نرسل منها رسائل للعالم على قدرة بلادنا على احتضان التظاهرات الرياضية وعلى إنجاحها وكذلك على المناخ اللي يميز بلادنا بعد التظاهر. نحب نذكر بخصوص السيد المندوب الجهوي للثقافة سي مولد عمارة على تفضل بالحضور وندوها هي وعلى البرنامج اللي أعدته المندوبية الجهوية للثقافة على هامش التظاهر الرياضية هذه باش نستغل الفرصة هذه للتعريف بالمخزون الثقافي لجهة بنزرت وكذلك المخزون الثقافي لبلادنا خاصة لدى الزوار اللي باش يزوروا بلادنا من الخارج وكذلك الزوار باش يزوروا بنزرت من داخل الجمهورية. نبداو حكيت بعد ساعتين نتاع العشية وش يشرف عليه السيدة الوزيرة باش الواحد هذايا الافتتاح وش يكون فين الافتتاح؟ الافتتاح يبدا من الفيو بور يصير ديفيلي يجينا هنا للمارينا وهنا نعملوا حفل افتتاح ونعملوا السيريموني دوفرتيو. والكلوتير مش تكون في النزل فنيكا في النزل ونعطيه الجوائز وكل شيء. وتكون التظاهرات نتاعنا اكثر سلامه واقل خطوره وبارك الله فيكم على الحضور نتاعكم. إذاعة تونس تعيش معك.